حصلت على شهاده الليسانس في التاريخ من الجامعه الامريكيه ببيروت لكنها فيما بعد اتجهت الى دراسه علوم الاديان وحصلت على شهاده الدكتوراه من جامعه السوربون وجامعه القديس يوسف في بيروت اسست مع عدد من الاشخاص مؤسسه اديان التي تعنى بالمواطنه والتعدديه الجينيه انها نائله طباره فلنتعرف اليها ما أن تلتقي بنائلة طبارة حتى تدرك أنها مجموعة من عوالم التسامح والعيش المشترك والمواطنة واحترام الأديان والطوائف ناهيك عن التنوع الديني نائلة طبارة مع حفظ الألقاب أنت من مواليد بيروت صح في طفولتك وفي سنين شبابك الأولى شو بتذكري مين اللي أثر بنمو وتطور وعي لا اكيد بيروت بحد ذاتها هي اللي اثرت على تطور وعيي لانه خاصه انا كنت ساكنه ببيروت منطقه بيروت الغربيه يعني انا ولدت وبعد ثلاث سنين من ولادتي كانت الحرب الاهليه فكنت بي وصار في التقسيم بين بيروت الغربيه وبيروت الشرقيه الغربيه يلي اكثريتها اسلاميه ولكن مختلطه كمان وانا كنت بمنطقه مختلطه نوعا ما فهيدا الشيء كمان اثر بشكل مختلط كبير طائفيا. مختلط طائفيا ودينيا آه والمدرستي كان فيها هذا هذا الاختلاط اصدقاء اهلي طبعا كان بهذا الاختلاط هذا اثر طبعا على نموي يعني واظن اثر على آه اني اخترت بعدين ركز حياتي على موضوع التنوع والتنوع الديني ومقاربته آم والدك والدتك اثروا بتطور وعيك آه طبعا حتى بقدر ارجع ابعد يعني والدي كان كثير يهمه التعليم ما بعرف قديش دقيق هذا الموضوع بس يقال انه هو ثاني شاب من بيروت اخذ دكتوراه في فرنسا فكان كثير يهمه تعليم 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 اولاده وتعليم بناته بشكل خاص درست طباره في قسم التاريخ في الجامعه الامريكيه ببيروت سر اختياري للتاريخ انه من من صغري حابه ادرس تاريخ الاديان يعني من صغري اهتمامي اديان بس انا دخلت الجامعه وقت اللي خلصت الحرب ما كان في مجال بوقتها يعني ما كان بعد هالقدم سهل انه السفر لبرا فكان مضطره اختار آه شيء في لبنان ممكن يصب في اهتمامي لل للاديان فاخذت تاريخ لانه منه بقدر يكون مدخل لفوت الى الاديان شو كان يعني يعتمل ب ب ب بمخيلتك عن الاديان يعني ش... كمان ايضا ما سر هذا الاهتمام؟ غريب انا بذكر انه كنت طفله يعني خمس سنوات او بت... يعني كنت اطلع على الباقي الاولاد معي بالمدرسه يعني عم يلعبوا وجرب فكر شو هو السر ورا اللعب ومين خلق الكون وليش الكون هيك ومن هو الله يعني من وقتها عندي هذا الاهتمام كنت اقرا كثير يعني كل يعني من عمر مبكر اقرا كثير ومن قراءاتي كمان تأثرت بالتصوف بك بكل الأديان فكان عندي شغف اعرف اكثر المنحى الروحي يعني في بالاديان بالعالم كله يعني توجهات الطباره في تلك الفتره كانت يساريه اظن هالمبادئ المبادئ المساواه التامه بين الناس ما المبادئ يلي بترفض اي نوع استغلال اي ظلم آه يعني خاصة اقتصادي ومادي وتحاول تغيير هذه آه هذا الموضوع هي هي مبادئ أنا حاملتها واليوم الحلو كتير إنه بالفكر الإسلامي صار في عنا شيء اسمه لاهوت تحرير لهو التحرير يلي اخذ من فكره لهو التحرير اللي كان موجود بالكنيسه الكاثوليكيه بقول نحنا ما بكفي انه انا أعطي زكاه وارتاح انه احس حالي انا مسلم وضميري مرتاح لا انا بدي اغير الانظمه الـ 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 يعني الفاسده او الانظمه يلي الظالمه واللي بتستغل فالانظمه الاقتصاديه يعني خاصه شعرتي انه الحركه اليساريه بل شخصيتك باتجاه اخر تماما؟ ساعدتني بلور شيء بشخصيتي طبعا ويعني و... واكد على هذه المبادئ بس رجعت لقيت انه انا قادره اكمل هالمبادئ في ال... في الاطار الديني <applause> انه ما يجوا عكس بعضهم عاشت طبارة أجواء الحرب الأهلية وما رافقها من انقسامات طائفية في لبنان بتقديرك شو اللي صار لحتى آه فجأة طلع الغول الطائفي بين البشر أظن إنه الموضوع أساسا هو عدم المعرفة الصحيحة عن بعد عفوا أنا ما بدي هلأ رأي مشاهداتك بتلك الفترة مم. بالحرب الأهلية ما الذي أبرز الغول الطائفي بين الناس طالما عم تقولي سابقا ما كان في انا بوقتها ما عندي يعني كنت عم بشوف عم بشاهد واقع عم بيصير بس ما كان عندي تحليل لا له بعدين كنت بعدني يعني بعدني صغيره فعليا بدي كما هو بعدين اكيد انت حللتي وعملتي مراجعه صح. بوقتها شو بتذكري ليش طلع هذا الغول الطائفي ما بعرف ما بعرف أنا بعرف إنه يعني حتى عندي بعض مذكراتي مضحكين كثير إنه كانت بعلاقة اليوم بين هذا الحزب وهذا الحزب، الساعة كذا، بس ما أكثر ما يعني ما بنفهم كنا شو معناتها آه وشو الأبعاد اللي عندهم، بعرف إنه عم بي عم بيتصارعوا، بس كان عمري 10 سنين يعني 11 سنة ما أدرى حلل كان أكثر آه طيب هلا يعني بعد التجربة والعمل بمؤسسات مختلفة وبعد إنهاء الدراسة بتقديرك انه كيف ممكن ننتهي من هذا الغول الطائفي؟ طبعا للانتهاء من من التفكير الطائفي مش التفكير آه يعني انه انا الغيك تماما لانه انت مسلمه وانا مسيحي او العكس تماما اول شيء لازم نعمله هو نعرف بعض يعني اول شيء ونعرف بعد مزبوط يعني انا عندي مشكله انه كثير ناس بتقول لا انا مش طائفي انا ما بدي احكي عن الطوائف بس انا وقت لي ما بحكي اي حدا بيقدر بوقت بوقت الصعوبات او بوقت الشده يضحك علي يبلش يقول لي هيدول هيك وهدول بيفكروا هيك اذا انا ما بعرف مين هدول شو بيفكروا ممكن اي حدا يضحك علي ويقول لي بيفكروا هيك وجايين يقتلوكي ويخوفني ويعطيني احساس مظلوميه وصير يدفعني كردة فعل يكون بدي الغي الاخر فاول شغله طبعا بدنا نعرف عن بعض نعرف عن بعض مزبوط ونعرف بعض اساسا ثاني امر هو نقدر نسمع للتواريخ المختلفه تبع بعض يعني انا اظن انه اكثر شيء طور المظلوميات المختلفه اللي عنا اياها نحن اليوم عم نعيش مظلوميه سنيه في الماضي كنا عم نعيش مظلوميه شيعيه وقبلها مظلوميه كانت مسيحيه كل هدول طلعوا افرزوا احزاب و... وعصبيات. من الحرب وبعد الحرب بالنسبة لي ضروري نقدر نسمع الذاكرة عند كل جماعة لأنه كل هذه المظلوميات طالعة من ذاكرة مجروحة ذاكرة الآخر مع ترفية أنت كنايلة طبارة إذا حبيتي شاب مسيحي أنت كمسلمة بترضي أنه تتزوجيه دون أن يغير دينه مم. كما جرى مؤخرا في تونس طلعوا هذا القانون يا. تماما انت تقبلي؟ تمام. ايه اولا لانه انا برايي ما في نص قراني يمنع هذا الشيء، انا كمسلمه لي الحق الزواج خاصه يعني من اهل الكتاب او من مؤمنين، مثلا انا عم اقول انه انا كمان اشتغلت عمل طويل على آه نظره الاسلام الى الاديان الاخرى للتوضيح انه الاديان الاخرى خاصه اديان اهل الكتاب هي اديان هي يعني اديان يعترف فيها الله عم بيقول ان انه الله ارسلها واتبعها مؤمنين ونلتقي معهم بكثير نقاط ايمان فاولا على هذا الاساس ولكن المشكله انا عندي انا بلبنان ولبنان قانون احوال شخصيه وتابع للطوائف يعني انا اذا تزوجت شخص من غير ديانتي انا ما بقدر سجدي. في لا بيتسجل ممكن يتسجل ممكن نلاقي طريقه اظن ولكن في كل الامور يلي هي بالنسبه للورثه بالنسبه أوه. ابقى ابقى دخيله على عائله الزوج خاصه لانه قانون ايضا يعني احوال شخصيه أنت بتحبي ديني و... وذكوري بتحبي انا بحب أنت. الحق شغلت طبارة في بداية الألفية الثانية بالتركيز على الأديان والتنوع الديني وساهمت بتأسيس مؤسسة أديان فيما بعد صرت نائبة الرئيس ومديرة المواطنة وإدارة التنوع ما هي مؤسسة أديان؟ صح. أديان أسسناها 2006 كانت بعد التخرج ب... يعني بوقت تخرج الدكتوراه فعليا نحن خمس مؤسسين مسلمين مسيحيين وبعض الأشخاص اللي ما بالضرورة بعرف عن حالهم بانتماء ديني ولكن مؤمنين بموضوع التنوع وسميناها مؤسسة للتنوع والتضامن والكرامة الإنسانية هدف مؤسسة أديان هو تثمين التنوع هو نقدر نشوف أن التنوع الثقافي والديني هو القيمة مضافة لألنا إن كان على الصعيد الفردي بعلاقاتنا مع ناس مختلفين أو على الصعيد الوطني كمان وهون أكيد هذا كله بيفتح مواضيع تانية مفاهيم مثل الهوية والهوية الوطنية لناخد بعين الاعتبار أنه نحن ما ضروري دايما نروح صوب التأحيد يعني مش ضروري أنه كلنا مسلمين إذا كلنا متكاتفين أو أنه مسيحيين أو كلنا مسيحيين أو كلنا عنا الإيديولوجيا نفسنا نقدر. لا نحن قادرين نكون من منتمين لاحزاب مختلفه اديان مختلفه ثقافات مختلفه بمعنى الثقافات اللغويه يعني نحن بلبنان عنا عربي ارمني كردي آه سرياني آشوري. أشوري, إيه يعني كل هالغنى هيدا نحن نشوفه بعين الاعتبار انه هيدا بيغني المجال العام طالما آه قادرين نتعامل مع التنوع ونديره بشكل ما يكون عم ينتقص من حقوق جماعات وماذا يعني التنوع الديني؟ فارتقينا مع الوقت انه فعليا هي هذه رؤيه مش بس للبنان ومش بس للدول العربيه ولكن حتى للدول الغربيه انه كيف كيف اداره التنوع بشكل انه ياخذ بعين الاعتبار التنوع بالمجال العام ما ما يقول لا كله بنحطه بس في 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 المنزل وما بنبين اي تنوع بالمجال العام لانه كمان هذه مشكله يعني بيعيشوها بعض الدول الغربيه آه ومن نفس الوقت ما نكون عم نطيف المجتمع مثل ما الوضع بلبنان يعني مش أنا إذا قبلت التنوع بصير البلد جماعات جماعات لا بس أنا أقدر أسمح للأشخاص يكونوا قادرين يكونوا موجودين بالمجال العام مع ثقافاتهم المختلفة وأديانهم أو فلسفاتهم الحياتية المختلفة آه نيلة طبارة كأنك أو كأنكم مم. تسبحون في, في بحر مظلم مم. يعني أهدافكم جدا نبيلة وضرورية جدا في هذا العالم المتوحش يعني لكن انتم بواد والواقع بواد اخر صحيح. يعني المواطنة لم تتحقق في العديد من البلدان العربية او اذا قلنا بأغلبية البلدان العربية هذا التنوع ينظر اليه بنوع من السخرية أحيانا بنوع من الحقد أحيانا بنوع من التهكم أحيانا، أين المشكلة؟ هل المشكلة بطروحاتكم أم المشكلة بالنظم التي لا تريد أن تتغير على الإطلاق؟ أنا أظن أنه هي بالأساس حتى هي مشكلة بعد فكرية يعني حتى بالفلسفة السياسية اليوم لاحظنا أنه الأنظمة السابقة ما عادت نافعة وبدنا أنظمة جديدة يعني بدنا تفكر بالفكر السياسي يكون عنا تفكر جديد وهذا اللي نحن عم نحاول نطرحه كصورة أو تصور بيقدر يشعر فيه الجميع أنه هو ممثل أنه هو بحقوقه مصانة فهذا ال... وبنفس الوقت صحيح مثل ما عم تقول أنه واقعنا مظلم ولكن نفس الوقت نحن قدرنا نمشي بهذا الموضوع من بعد الربيع العربي بغض النظر على شو صار فيه بس اساسا وقت اللي صار في عنا هالوعي عند المواطنين انه المواطنه هي قدرتهم انه هن قادرين ينزلوا الى الشوارع ويطالبوا فتح هذا الباب مجال لنبلش نحكي اكثر بالمواطنه الفاعله الربيع العربي أفرز سيطرة الإسلام السياسي على المشهد العام في بعض البلدان العربية، فهل نشأ لدى طبارة خوف ما؟ خوف فعليا لا ولكن نحن بالنسبة لإلنا اه أكيد شغلنا مع حتى مع المؤسسات الدينية والفكر الديني يعني وخاصة الفكر الديني الإسلامي أنه نكون عم نطور اه نصوص نكون عم نطور المواد التربوية رايحة باتجاه المواقف الجديدة يلي صادرة عن المرجعيات الإسلامية مثل الأزهر مثل علامة بن بيا وغيرها يلي رايحة باتجاه الديمقراطية رايحة باتجاه المواطنة في نص اللي صدر 2014 من الازهر فظيع بيقول انه بالنسبه للاسلام الدوله هي التي ترعى حقوق الانسان واي دوله هي تعلي من شان هذه الحقوق هي لها مرجعياتها اسلاميا يعني عم تقول نحن لسنا بحاجه الى دوله اسلاميه ولكن دوله مواطنيه يعني للجميع فيها حقوق نفس الحقوق وال والواجبات والحريات حتى التكلم مع الحريات فهذه هي دوله لها شرعيتها في الاسلام فنحن هذا النوع العمل اللي نحن بنحاول من نعمل عليه لانه انا بالنسبه لي ما وصل الى العقول أكثر مما وصل إلى السلطة بمعنى الـ الـ أنا شفت المشهد الإسلامي تغير يعني المشهد الإسلامي السني حتى في لبنان شفته تغير حتى بعبارات الناس في عبارات إجت لعنا إما من الإسلام السياسي إما من الإسلام السلفي دخلت على الإسلام العادي المعتدل السني الأشعري الشافعي اللي موجود بين الناس دخلت أمور ما منتبهين الناس أنه هذه جاية من من هالخطين وهي وهي دخيله يعني عليهم ما منتبه مفكرتها من في اصل الاسلام الا انها وهيدا اللي بالنسبه لي نحن بحاجه خاصه بالتربيه نكون عم نرجع بالتربيه الدينيه يعني نكون عم نرجع نركز على نشيل هذه الامور ونرجع نحط هذه المبادئ والقيم يلي عم يرجعوا يركزوا عليها اليوم يلي هي القيم المواطنة والمساواة والانفتاح انتقل بك إلى عالم عالم التأليف عند نعم. طبارة مع ملاحظة بسيطة وأرجو تتقبليها يعني أنه النشر عم بصير غالبية الكتب باللغة الإنجليزية يعني نحن من حق فرنسية كمان من فرنسية <applause> فمن حق القارئ يعني العربي كمان. أنه يقرأ بالعربي يعني لكن في كتاب مهم باللغة الفرنسية يعني الإسلام بالتفكر إمرأة أنا ما بعرف فرنسي وبالتالي يريد تشرحي لي وللمشاهد ما هذا الكتاب ما هو مضمونه تمام وهو الكتاب كتبه بالفرنسية لأنه دار النشر هي طلبته مني يعني كان في صادر كتاب بفرنسا قبل بسنة شخص عمل مثل بورتريهات عن شخصيات إسلامية كنت واحدة من, من هالبورتريهات فدار النشر عندما قرأت هيدا طلبت مني كتاب عن الإسلام والمرأة بالفرنسي وقبلت على شرط أنه أن أي لا يكون الكتاب عن المرأة والإسلام فقط لانه في مشكله اليوم انه وقت المراه بدها تتكلم بالدين بيحصروها بامور المتخصصه بالمراه انا اللي كان بدي اقول انه لا انا كان شغلي سابقا ولي كتاب باللغه العربيه اسمه الرحابه الالهيه مع الاب فادي دو كل واحد منا كتب فصله يعني او فصوله هو كتب عن النظره المسيحيه للاديان الاخرى وانا كتبت عن النظره الاسلاميه للاديان الاخرى بدراسه قرانيه عفوا اسمه, كاملة. اسمه الرحابه آخر. الرحابة الإلهية أي. أيوة. الآخر بس. في اللاهوت الإسلامي والمسيح بس. أيوة. آه هذا كان كتابي الأول فأنا يعني كان مفكرة مسلمة آه أنا شغلة مش شغلي على موضوع المرأة أنا شغلة على موضوع الآخر والأديان الأخرى وهذا اللي حبيت أعمله بهذا الكتاب الإسلام بتفكر امرأة يلي اللي آم قسمته إلى سبع فصول الفصل الأول حتى تفكر عن الله لانه انا انتبهت انه من دون ما ننتبه نحن قديش بنقول انه ننزه الله الا انه بتصورنا عنا تصور ذكوري لله خارج هذا الاطار خلينا ننتقل لو سمحتي الى موضوع الاخر في اللاهوت الاسلامي والمسيحي تماما, تماما. تحدثت عن تجربتي في ايطاليا في روما كنت مسلمه وحيده عم بدرس في ثلاث جامعات مسيحية فكنت بوقتها يعني أنا أخذ الموضوع طبعا بجديته كلها يعني أنا كمسلمة عم بجاوب المسيحيين على كل أسئلتهم اللي عندهم إياها في الإسلام وأروح أبحث وأسأل ومن ناحية تانية أنا كمسلمة كيف لي ان اتعامل مع الاخرين يعني شو بيقول لي القران كيف بدي اتعامل مع الاخرين هل بانفتاح هل آه باخذ او هل بانغلاق وبريبه فحبيت بوقتها اخذ كل الايات اللي موجوده بالنص القراني وشوف شو عم تحكيني عن الاخر وطبعا في ايات تدعو الى الانفتاح وفي ايات ثانيه بتحكي عن حروب وبتحكي على لا تتخذوهم اولياء فهذا هذا العمل وهذا البحث واللي كنت عم حاول لاقيه من ال يعني الرجال الدين لاقي في اشخاص فقط تاخذ بعض الايات يلي يلي بتحكي بالانفتاح وشعوبا وقبائل لتعارفوا والبعض يلي لا اخذ الايات الثانيه القتاليه أو, او او غيرها وبس اخذين جانب فانا حبيت اخذ كل هذه الايات وعلى منهجيه تأخذ بعين الاعتبار الجميع وتأخذ بعين الاعتبار الإطار الزمني والتسلسل الزمني لهذه الآيات تبين معي أنه في مراحل بالخطاب القرآني عن الآخر من ناحية المعاملة ومن ناحية العقيدة الآخر لا النص القرآني واضح جداً آه التنوع إرادة إلهية آه الخلاص هو آه لكل آه لكل من آمن وعمل صالحا وفي إله إلهنا وإلهكم واحد فيها النقاط كلها هي نقاط مشتركة أما الـ الـ النقاط المختلفة فهذه تسمى كفر ولكن ليس كف كفر شامل كفر بهذه الأمور العقدية جزئية. المختلفة الجزئية فبالتالي الآخر مؤمن والآخر عنده مسيرة إيمانية ومقبولة عند الله عنده أماكن بعقيدته هي يرفضها الإسلام ولكن بحد ذاته هو مؤمن